لا تتوقف هذه الآلية عن العمل على مدار 24 ساعة هنا عند شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، حيث ينفذ مشروع سياحي ضخم. هذا المشروع أثار اعتراضات كثيرة من قبل ناشطي هيئات المجتمع المدني، على اعتبار أن ما يجري هو اعتداء واضح على الأملاك العامة البحرية. هذه أول مرة من 65 سنة بيجي القطاع الخاص بغطاء من رجال الحكم ومن المحافظ ومن وزارة الداخلية ومن مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بيتعدوا على شيء اسمه أملاك عمومية بحرية، وبيقرروا يعمروا بمنطقة هي رملية 100%، من بعد ما كانوا زوروا حقائق الأرض الطبيعية وعملوها على مستوى الطريق اللي فوق، وبنفس الوقت عملوا من هيدا العقار، من هذا الموقع عملوه صخري. ترفض وزارة الأشغال العامة والنقل المعنية بمنح تراخيص البناء التعليق على ما يجري عند شاطئ الرملة البيضاء. أما مجلس بلدية بيروت فقد اعتبر في بيان أن موقع الحفر والبناء ليس امتدادا للشاطئ، غير أن ما يظهره تخطيط المشروع يكشف العكس تماما. انتشار التعديات على طول الشاطئ اللبناني لا يقتصر على منطقة دون سواها، غير أن التعديات هنا على شاطئ الرملة البيضاء والتي توصف بجوهرة بيروت البحرية يثير الكثير من التساؤلات والخوف من اختفاء آخر معلم سياحي في بيروت. شاطئ الرملة البيضاء أحد المتنفسات النادرة في العاصمة، يعرف أيضا بالمسبح الشعبي، غير أن هذه الواجهة البحرية أصبحت تفقد يوميا رمل شاطئها، ومعه تفقد البيئة البحرية خصائصها. ما تشوفوا هيدا رمل ميت، هيدا رمل عايش، فيه كتير أنواع من الأحياء، في نباتات، حتى في نباتات كتير منقرضة صارت ما موجودة إلا رمل البيضاء. إذا بدنا نحكي رمل البيضاء، شط الرملي مثل ما قلنا عليه كتير تنوع بحري مهم. هيدا التنوع البحري يلي بعيش عليه كمان أحياء برمائية، كمان هيدا الصخر مهم كتير، بتشوفون بالزاوية هونيك وهون ما تبقى شوي منه، عمروا عليه للأسف. هول الصخر موجودين بس بثلاث مناطق بالمتوسط، ولبنان من أهم المناطق فيهم، أغنى واحد. يتهم خبراء البيئة جهات رسمية بالتخطيط لتحويل المسبح الشعبي إلى ملك خاص عبر تحويل مياه الصرف الصحي وبشكل متعمد إلى شاطئ الرملة البيضاء، ولأن لبنان من الدول الموقعة على معاهدات دولية يطالب البيئيون بحماية الواجهات البحرية لبيروت من التدمير ومحاسبة الفاعلين. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.